دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بأكثر من 250 خريجا وخريجة يمثلون الدفعة الأولى من برنامج الترميز الطبي والمنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضيا. ويعد برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف واحدا من أهم البرامج الأكاديمية الصحية التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة متخصصة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في سوق العمل وتحسين جودة الرعاية الصحية. حول هذا الخبر تنضم إلينا المدير التنفيذي للمناهج والتدريب في الأكاديمية الصحية الدكتورة أميرة كلينتون. حياك الله دكتورة أميرة معنا. بداية، ما هو برنامج الترميز الطبي وكيف كانت مراحل تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج؟ الله يعطيك العافية. بالنسبة لبرنامج الترميز الطبي، هي إحدى برامج الأكاديمية الصحية. الدور المرمز الطبي عبارة عن يكون له دور كبير في مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية في سجل الطبي أو الملف للمريض، ويحولها إلى أكواد معينة باستخدام نظام تصنيف صحي اللي هو ICD-10، وبهذه يكون يوفر البيانات ومعلومات شاملة يتم استخدامها لتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها. دور الترميز الطبي هي حاليا من أكثر المهن الواعدة في جميع أنحاء العالم وليس فقط في المملكة، والحمد لله يعني التدريب كان عبارة عن سنة كاملة بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي، وكان أيضا مع شركاء تدريب المراكز التدريبية، هي عبارة عن 7 مراكز تدريبية في 3 مدن في المملكة. والحمد لله يعني التدريب شمل بعض الجهات النظرية وتدريب على الأكواد، وأيضا تدريب ميداني في المستشفيات بحيث نتأكد أنه نؤهل المرمزين الطبيين يكونوا جاهزين للانضمام لسوق العمل. الحمد لله يعني احتفلنا بتخريج فوق 250 مرمز طبي ومرمزة، وفخورين بأن يكونوا هم يقودوا هذا المجال في القطاع الصحي. نعم دكتورة أميرة، هل هناك يعني برامج أخرى أكاديمية صحية ربما تغذي سوق العمل الصحي بكوادر وطنية؟ نعم، الحمد لله أن الأكاديمية الصحية تعمل بجهد أنها تكون جزء من عملية توطين القوى العاملة بمتوافق مع منظومة قيمة الموارد البشرية، فحيث أنه حاليا لدينا 4 برامج تدريبية من ضمنها الترميز الطبي وأيضا الأمن الصحي ومساعد طبيب أسنان وفني رعاية مرضى، ونتطلع إن شاء الله خلال السنة القادمة نكون بتطوير وإطلاق برامج أخرى جديدة تغذي النظام الصحي بما يحتاجه بإذن الله. شكرا جزيلا لك الدكتورة أميرة كلينتون المديرة التنفيذي للمناهج والتدريب.